اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا Amen.
واجعله لنا